السلام عليكم ومساكم الله بالخير جميع. حاليا في المحمية في الليل، بعض التغييرات سويتهن الحركة هذه، وسويت اشجار حية. كان سابقا مسوي اشجار اصطناعية، غيرت شوية كذا. ورود، اشجار مختلفة نفس الشيء، بس بعدين صغيرة. سويت النافورة بالتشكيلة، بعدين ان شاء الله تعالى راح استغل المنطقة هذه كامل. نفس الشيء يكون الفتحة مفتوحة هنا عشان الامطار ولا شيء، اذا سرب ما يداخل فيكون على سهولة انه يطلع من برا. والاقفاص الكنارية اللي كان برا، الكناري عفوا، حولناه الى داخل محمية على الجنب كذا. ومن اختصاص اخوي عنده نفس الحالة في انستغرام حساب، ويشرح على كل طير كناري اللي عنده والانواع والحسون، التصوير حاليا الليل. وراح اصور مقطع ان شاء الله على وقت النهار يكون اوضح اكثر. حركات فوق نفس الشيء مع مروحة، والتكييف جانب ثاني موجود. التصميم جديد، سويت الخشب، شفت مكان وعجبني، وما ان ارتفاع كثير، بس المنظر والاشجار موجودة داخله، الاصطناعي والطبيعي. وراح ان شاء الله تعالى اسوي افكار ثانية للاستراحة هنا. وناس تسألني وين موقعك؟ كان موقعي في سلطنة عمان في صلالة. أنا من سكان صلالة في صلالة الجديدة، والمحمية في سطح المنزل طابق ثاني. وعلى خير ان شاء الله تعالى، والله يحفظكم جميعا.